بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله أحبابنا ويا هلا مرحبا فيكم، نرحب بكل من يتابعنا داخل الكويت برا الكويت، ومساء جميل يجمعنا معاكم دائما على الخير والمحبة مع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليلة باستديو مساء، ننطلق معاكم على الهواء مباشرة على بركة الله عبر شاشة الجميع تلفزيون الرأي. الإدراك المعرفي، إدراك معرفي، تنمية مستدامة، هذه المصطلحات أو هذه المصطلحين اللي راح نركز عليهم اليوم، وهم لهم علاقة وارتباط قوي جدا في عملية التطور والتنمية. اليوم راح نتكلم على عملية الربط بينهم، شلون نربط ما بين التطور والتنمية من خلال إيش؟ الإدراك المعرفي، أنك أنت تكون مدرك وعارف شنو قاعد تعمل ووين رايح وشنو راح توصل وشنو الهدف. في هذه القضية نحو نمو مستدام يكون دائم موجود هذا النمو، راح نتحاور مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة نجلاء محمد الفرج، وهي مدير مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أستاذ مساعد بكلية الدراسات التكنولوجية. مساء الخير دكتورة. مساء النور، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك. الله يسلمك. شلون تنميتنا كمراقبة حضرتك؟ ماشية زينة ولا في تنميتنا؟ ماشية زينة إن شاء الله الحمد لله، بس أكيد في تحديات لازم إن احنا نتعداها. التحديات مالية، التحديات بشرية، التحديات فكرية، التحديات معوقات مجتمعية، شنو نوع التحديات إذا نبي ننطلق من هالتحديات؟ إذا احنا نبي نفهم التحديات بالضبط، احنا أول شيء لازم نفهم المفهوم الأساسي اللي هو حق إدارة المعرفة وشلون علاقته مع التنمية المستدامة. براحتك تبتدين مني، تفضلي. أوكي، قبل ما أبتدي في مفهوم إدارة المعرفة، احنا أول شيء لازم نفهم ونعرف بالضبط شنو الرؤية الأساسية اللي المفروض نمشي على أساسها. فراح أقرأ الرؤية دولة الكويت الخاصة بدولة الكويت اللي هي رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه، والذي يقول فيها: تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة. نعم. وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. ممتاز. طبعاً ليش حرصت أن أنا أذكر الرؤية السامية ورؤية الكويت 2035؟ لأن إذا إحنا فعلاً نبي نطبق مفاهيم إدارة المعرفة لازم تكون عندنا رؤية واضحة نمشي على أساسها. الحين لما نتكلم عن مفهوم إدارة المعرفة ببساطة نقدر نشرحها بأن إحنا نعرف كيف ندير ما نمتلكه من جانبين. نعم. الجانب الأول هي المهارات والكفاءات والقدرات للموارد البشرية اللي موجودة، فهذا راح يركز على كفاءة العنصر البشري اللي موجود عندنا بالكويت. نعم. الجانب الآخر لازم هم بعد نعرف ما هي النظم المتاحة والنظم الآلية والتقنية المطلوب توافرها حتى نجهز البيئة البنية التحتية المطلوبة. وجود هل علم الكاف والدراية الكاملة بالموارد البشرية والتقنية والنظم والتشريعات والقوانين التي تهيئنا حق عشان نقدر نوصل حق التنمية المستدامة المطلوبة. نعم، هذه الرؤية موجودة، هذا الأفراد هؤلاء البشر، هذه المعرفة، هذه التنمية موجودة كثقافة عند القائمين على تنفيذها على أرض الواقع؟ طبعا أكيد الجهات المعنية رسمت الأهداف الاستراتيجية على حسب المهام والاختصاصات الموجودة. الأهداف الاستراتيجية وضعت على أساس أنها توضح لنا وين الخطوات الأساسية اللي احنا نبتدي من خلالها. طبعا راح أذكر هم بعد شنو المطلوب منا بالضبط. مطلوب من؟ منا احنا كجهات ومؤسسات وأفراد. نعم، احنا نطمح للتنمية المستدامة. صحيح. فبالتالي لازم يكون في عندنا تطوير مستمر مدرك لكل التحديات اللي موجودة عندنا في البيئة اللي احنا قاعد نشتغل على أساسها. صحيح. والتنمية المستدامة علشان احنا نقدر نوصل لها لازم نعرف بالضبط كيف ان احنا نتعايش ونعطي أفضل الحلول حتى نرتقي بالظروف المعيشية الحالية، وبحيث احنا ما نقدر او ما نأثر على الأجيال القادمة لتلبية احتياجاتهم المستقبلية. هذا موجود أصلاً في أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان مستقبل واعد للأجيال، وهذا هم بعد مكتوب على أساس أن التنمية البشرية والاقتصادية وبناء الإنسان وتطوير قدراته لازم يكون أحد الأسس الأساسية اللي احنا نقدر نركز عليها في المجالات الرئيسية الثلاثة اللي هو النمو الاقتصادي، التنمية الاجتماعية، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة طبعاً.
نعم جميل، هذا كله موجود، حفظ الموارد الطبيعية والأمور هذه كلها، إن أساس إحنا ننطلق لازم نحافظ على هذه الأمور للأجيال القادمة. طبعا هذه التعليمات كلها للمعنيين كلهم باختصاصه وكلهم بجهة عمله. صحيح. طيب اللي مطلوب منهم الآن باختصاصاتهم وجهة عملهم، هل هو يطورون بيئة العمل؟ هل هم يضعون خطط وأفكار لتلبية احتياجات الأجيال القادمة والجيل الحالي اللي قاعد يتعايش معاهم؟ فشون القضية بالضبط؟ البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كما ذكرت في الكلمات السامية لصاحب السمو، ذكرت في عندنا أكثر من جانب. نعم. تنويع مصادر الدخل. نعم. وتعزيز الإيرادات الغير نفطية، وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا، وعندنا استهداف لترشيد حقيقي جاد للإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. إذا إحنا ركزنا على العوامل الأساسية اللي هي راح تأثر في عملية الخطط التنمية وكيفية هم بعد الوصول للرؤية السامية، نعم. فيجب أن إحنا بالبداية نركز على التعليم. تعليم. على التعليم وكيفية تأهيل الكوادر الوطنية على أساس تقدر تتواكب مع الخطط الجديدة وعلى القطاعات اللي المفروض أن هي تفتح لنا مجالات وفرص عمل جديدة لقطاعات صناعية غير القطاع النفطي اللي احنا نعتمد عليه كمورد طبيعي مورد أساسي للاقتصاد. ممتاز. هذا شيء مطالب فيه كل موظف بالدولة، قطاع خاص، قطاع حكومي، مؤسسات وهيئات مثل ما تفضلتي حضرتك. هل هم فعلا هاضمين هذا الموضوع؟ وبحكم انت كمراقبة وترين على أرض الواقع، تأهيل الكوادر الوطنية، هل يوجد تأهيل الكوادر الوطنية؟ تخريج فئات وكوادر وطنية تعمل بالقطاع الصناعي، هل موجود عندنا قطاع صناعي؟ وهل فعلا في كوادر في ترغيب لهم في القطاع الصناعي؟ محاولة تقنين الهدر في المال العام، هل فعلا عندنا تقنين في هدر المال العام واحنا نقابل عجز بالميزانية؟ علشان نقدر ان احنا خلينا نقول ناخذ الخطوة الاولى قبل ما نبدا بوضع الخطط وتنفيذها، لازم ننظر للتشريعات والقوانين اللي موجودة الحين عندنا. نعم. وهل التشريعات والقوانين تأهلنا فعلا ان احنا نقدر نوصل للتنمية ولا لا؟ في بعض القوانين، إذا احنا راح نتكلم على التعليم العام وبالأخص التعليم التطبيقي، لأن هذا هو خلينا نقول الرافد الأساسي للقطاعات الصناعية. صحيح. التكنولوجية. نعم. التعليم التطبيقي، إذا فرضنا أن احنا نبي نفتح برامج جديدة تتواكب مع العصر الحديث وتتواكب مع رؤية 2035، نعم، في بعض الأحيان وبعض التخصصات لأن ما لها قطاع حالي واضح وملموس نقدر أن احنا نحس فيه. صحيح. يتم رفض هذه التخصصات على اعتبار ان ما المخرجات وين اقدر اوظفهم بالضبط، ولكن احنا لازم ننظر لها بحيث ان احنا لازم نمشي ان بارلل، يعني لازم نمشي بالتوازي. التعليم لازم يركز على التخصصات اللي هي فعلا لها قطاعات راح تكون متوفره خلال رؤيه خلال 2035 او حتى من السنوات القادمه، ولا ترتبط بالقطاع او السوق المحلي الحالي. طيب تعتبر مغامره، يعني لازم في جهتين يمشون جنبا الى جنب، يعني تتكلمين على هيئة عامة للتعليم والتدريب التطبيقي مع وزارة الأشغال مع البلدية مع القطاع النفطي مع كذا. صحيح. لازم ذيلا يجتمعون على طاولة واحدة، احنا عندنا مشروع في ديدلاين، في خط زمني موجود ان في 2018 راح نبتدي هالمشروع وراح ينتهي هالمشروع 2020، انا محتاج الى كوادر تعمل تشتغل التخصصات، ما تكون في شعب مغلقة، يكون في كادر اعضاء هيئة التدريس موجودة، الساعات الإضافية ما يتوقف رواتبهم، يعني عملية بسيطة. مو سهلة. راح أكمل الحوار مع حضرتك لكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا لنعود إن شاء الله، ابقوا معنا. دكتورة نجلاء، اليوم عندنا احنا مخرجات التعليم، انتم الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، اللي هذه المرحلة المهمة والمساندة والمساعدة للدولة ولا يمكن الاستغناء عنهم. اكيد. كيف انت اليوم راح تخرجين طلبة في تخصص تبين تنشئينه حتى يتواكب مع هذه الرؤية ومع هذه التنمية ومع هذه المعرفة، في ظل انت محتاجة تعاون باقي الوزارات معك يضعون خطة معينة لإنشاء هذا المصنع وراح ينتج هذا المصنع كذا ويحتاج عدد أفراد كذا ويحتاج مش عارف إيش،
لكن انه ما في خريطه لهذا المصنع على ارض الواقع، انه يا جماعه نبتدي 2018 ننتهي 2020 انا محتاج 1000 عنصر كويتي. ما في هذا الشيء على ارض الواقع، فكيف نوجده لتحقيق هذه الرؤيه؟ تحقيق التنمية المستدامة يتطلب طبعا تكاتف الجهود ويتطلب تكامل فعال. التكامل الفعال شلون راح يصير؟ إذا كل جهة حددت شنو احتياجاتها، شنو اللي موجود عندها الحين بالضبط، وشنو متطلباتها واحتياجاتها للمستقبل. كل جهة تقدر تزود الجهات التعليمية بالمتطلبات المطلوبة كمخرجات وكوادر وطنية مؤهلة بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التنمية في كل جهة خاصة فيها على حسب الاختصاصات والمهام المطلوبة منهم. وجود هذه التشريعات والقوانين اللي هي ممكن خلينا نقول تعرقل هذه الطلبات أو هذه الاحتياجات، المفروض أن احنا ننظر لها وإعادة صياغتها على أساس نقدر أن احنا نهيئ نفسنا للمستقبل. وهذا الجزء موجود أصلا حتى في رؤية 2035، إذا ردينا على آخر جملة بالرؤية نقول فيها وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، فمعناته التشريعات لازم أنها تتطور، لازم أنها تتواكب مع تشريعات الرؤية. مجلس الأمة موجودة تشريعات الخصخصة وغيرها ودعم المستثمر والمشاريع الصغيرة وكل القوانين تخدم المواطن يعني، ولكن في تشريعات أخرى لازم مطلوبة للتعليم. انت تبي للتعليم خاصة بالتعليم، انت تبي كوادر وطنية لها علاقة بتخصصات جديدة، تبي كوادر وطنية لها علاقة في برامج متخصصة فنية مهنية لسوق عمل جديد. من الذي يلفت انتباه السلطة التشريعية؟ من يلفت انتباهها لهذه القضية؟ اكيد يعني الجهات اللي لها دور للطلبات هذه وللكوادر اللي هي تشوف ان هي مطلوبة للمستقبل. ممتاز، ومن يلزم هذه الجهات اللي بالدولة، المؤسسات والوزارات والهيئات والعاملين فيها والقياديين اللي فيها، من يلزمهم بتقديم هذه الأوراق، بتقديم هذه أوراق العمل؟ الكل قاعد يوقع بريدة، يعني البعض الغالب الكل قاعد يوقع بريدة، احتياجات السنوية، الاجتماعات الدورية، اللجان ما لجان، من يلزمه قانونا في أنك أنت لازم تطور وفق الأدوات اللي عندك والإدارة المعرفية اللي تكلمنا عنها؟ الإلزام واضح، إحنا قدامنا رؤية واضحة وصريحة وأهدافها واضحة، وكل جهة لازم أن هي تفهمها وتفهم الاختصاصات اللي هي تقدر عليها الحين ومطلوبة عليها في المستقبل. قانونا هو ملزم دكتورة أم فقط هو يفترض بحكم منصبه أن يلتزم بهذه الرؤية ويطبقها على أرض الواقع؟ من يراقبهم لتطبيق هذه الرؤية؟ وين وصلت؟ تعال اجتمع معاك أنت، وين وصلت في هذه الرؤية؟ هو أكيد الأمانة العامة للتخطيط أكيد عندها لجانها وعندها مهامها اللي هي تتابع فيها الخطط التنموية للدولة، وأكيد راح تشوف المؤشرات الأداء وإذا كل جهة قاعدة فعلا تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2035. البعض يرى بأن التنمية هي فقط جسور وطرق، وهذا يعني من يعتقد من المشاهدين الكرام أن إحنا ما نتكلم بهذه النقطة، لا إحنا نتكلم بنقطة مختلفة تماما. إحنا نتكلم يعني أنا ودي أركز من التنمية فعليا هي تنمية الكوادر الوطنية، وهي فعليا تنمية العنصر البشري اللي هو راح يدفع لعجلة التنمية في المستقبل. تنمية العنصر البشري معناته أن أنا لازم أوفر له البيئة الملائمة اللي هي تتواكب مع العصر الحديث والعصر المستقبلي. هذه البيئة لازم تكون من خلال مؤسسات التعليم وكذلك البيئة المحفزة المنتجة داخل سوق العمل. متى انطلقت هذه الرؤية؟ يعني كم عمرها اليوم تكلم؟ سنتين ثلاث؟ لا من زمان الرؤية موجودة. طيب من زمان. الهدف من هذا السؤال أن على أرض الواقع هل ترين فعلا هناك تطوير للحركة التعليمية بالكويت؟ في تطوير للحركة التعليمية ولكن بشكل بطيء. 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 كيف نعجل من هذه الحركة وكيف نربط ما بين النمو المستدام والإدارة المعرفية؟ لازم نعرف التحديات خلال مراحل تطبيق إدارة المعرفة داخل المؤسسات الدولة. مراحل تطبيق إدارة المعرفة فيها أكثر من مرحلة رئيسية لازم إحنا فعلا نستوعبها. أول مرحلة المفروض أن إحنا نفهمها اللي هي خلق المعرفة، knowledge creation. لازم أفهم بالضبط أنا شنو عندي من كوادر وطنية أقدر أستفيد منها من خبرات وكفاءات، وأنا شنو عندي من موارد تقنية ونظم وتشريعات تساعدني وتأهل الكوادر على تحقيق التنمية المستدامة. إذا احنا فهمنا شنو الوضع الحالي اللي احنا عليه نقدر ان احنا نطور ونحدد الاحتياجات المطلوبة من كوادر ومن أنظمة. بعد ما احنا نحدد المرحلة الأولى ونخلص منها نقدر الحين نشوف كيف نستطيع ان احنا نخزن هالمعرفة بحيث ان احنا نقدر نستفيد منها على
من خلال الوقت ومن خلال تطبيق المراحل التنموية. تخزينها بالنسبة للنظم الآلية، المستندات الورقية تخزينها بنظم آلية، هذا عملية سهلة جدا، ولكن الصعب تخزين المعرفة اللي موجودة في العنصر البشري، في العقل البشري. العقل البشري إذا أنا عندي كفاءة معينة، كفاءة وطنية موجودة، طريقة التفكير، نمط التفكير، الخبرة المكتسبة خلال سنين متعددة في أماكن متنوعة تختلف من شخص لآخر. فطريقة تخزين هالمعرفة هذه تحتاج توثيق لجميع المراحل اللي قاعد يمر فيها من خبرات ومن مراحل تنفيذ للمشاريع التي أقام فيها. دكتور، اليوم في الحكومة الإلكترونية وأغلب الوزارات هناك تراسل إلكتروني، ولكن ما زلنا تحت قيد التراسل الورقي. صحيح. كتابنا وكتابكم توقيع بنفس الوقت يرسل كتاب إلكتروني. يقول يا أخي أنت أرسلت إلكتروني وعندك توقيع إلكتروني، يقول لا لازم أرقى بالبريد وأوقع البريد يعني. أنا للحين أنا ودي أقول إن الأدوات الإلكترونية أو الأدوات التقنية اللي إحنا قاعد نستخدمها هي أدوات تسهل علينا عملية اتخاذ القرار بعدين. بالضبط. ولكن وجود العنصر البشري وتأهيله وتدريبه وتعليمه بالمهارات الأساسية المطلوبة، هذا الأهم عندنا هنا. طيب، ألا تجدين إن هناك يعني صعوبة بالتواصل ما بين المسؤول وما بين هذا الموظف الشاب المتطور اللي يمتلك هذه الأدوات الحديثة اللي تم إعداد لهذه التنمية المستدامة، يخرج إلى سوق العمل حكومي أو خاص، وهناك مسؤول سنوات طويلة يتمتع بهذه الخبرة، ولكن لا يوجد تواصل فكري مع هذا الشاب؟ يعني قد يكون يعني حجر زاوية في الموضوع في عملية التطوير. ألا ترين اليوم أن يعاني هذا الشاب من هذا المسؤول صاحب القرار أن أنا لا أستطيع أتواصل معه فكرياً؟ المرحلة اللي الثالثة اللي هي راح تتكلم عن الموضوع هذا، اللي هو لها علاقة في نقل المعرفة والمشاركة بها. لما يصير في عندنا تفاوت في المعرفة بين أطراف مختلفة، أو خلينا نقول طرق مختلفة بتحليل المشاكل، نمط يختلف بالتفكير من شخص لشخص آخر، في طريقة التعامل حتى مع الآخرين، لما يصير في روح الفريق الواحد، تحديد توحيد الصفوف داخل المؤسسات، راح تصير العملية المشاركة ونقل الخبرات بصورة أسهل. فلا اللي عنده عدد من السنين الكثيرة من الخبرات يحس أنه هو للحين خلاص وقف عند حد معين ولا راح يقدر يتطور، يمكن هو يتطور من الموظف الصغير اللي توه متخرج من الجامعة لأنه عنده فكر جديد وعنده علم حديث، عنده هذه المرونة أنه ينزل لهذا الشاب، وعنده المرونة أنه هو هل هو يتمتع بهذه المرونة اللي عنده شاب أنه يتنازل من هذا الوضع اللي هو فيه ويتحاور مع هذا الشاب؟ كل واحد فينا اللي يحب أنه هو فعلا يتطور ويتعلم ما راح يوصل. طيب. لهالمرحلة من الرفض. التحول المؤسسي لمنظومة إدارة المعرفة ختاما، كيف يتم تحويلها؟ بعد ذكر الثلاث مراحل الأولى اللي هي خلق المعرفة وتخزينها ونقلها والمشاركة فيها، عندنا لازم التوظيف للمعرفة بحيث أن احنا بعد ما نقدر نعرف كل المؤهلات الموجودة عندنا وكل الموارد اللي موجودة، كيف أن احنا نستفيد منها لصنع القرار واتخاذ القرار المناسب على أساس أنه يعتمد على أساسيات صحيحة وعلى خبرات علمية صحيحة. دكتورة نجلاء، أنا سعيد جدا بالحوار معك، ومر الوقت بشكل سريع، إذا من كلمة بالختام. في الختام صراحة أنا شاكرة لكم وأهني شعب الكويت وبالأخص أبونا القائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبد الله ورعاه بمناسبة الأعياد الوطنية. نعم. ودامه الله علينا بالصحة والعافية، وكل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. دكتورة نجلاء محمد الفرج، مدير مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، والأستاذ المساعد بكلية الدراسات التكنولوجية. شكرا لك. شكرا. كل شكر لضيفتنا الكريمة، مستمرين معكم بعد الفاصل. اليوم بهذه الفقرة راح نقلب صفحات الفن الكويتي وننتقل من صفحة إلى صفحة بعناوين فنية ثقافية مختلفة ارتبطت باسم الكويت منذ نشأتها، بداية من فن الصوت مرورا بفنون البادية انتهاء عند العلاج بالموسيقى. العلاج بالموسيقى؟ شلون راشد علاج بالموسيقى؟ إيه، علاج بالموسيقى، وضيفنا كان له تجربة بهذا الأمر، راح نفرد لها إن شاء الله
محور في هذا الموضوع. رحب بضيفنا اللي منورنا اليوم، حياه الله ويا هلا مرحبا فيه، الدكتور حمد الهباد وهو العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية. مساك الله بالخير دكتور. مساك الخير يا مرحبتين، يا هلا وسهلا مبارك، كيف حالك؟ يا هلا فيك. طيب ان شاء الله الحمد لله بارك. والله الناس مرات تستغرب علاج بالموسيقى مع انه صار هالامر معاك. اي نعم عدل. نعم خلينا اجل نخليه بعدين حق الناس عشان يستاكلون. الالات البحرية والايقاعات البحرية، نعم شو الفرق بينهم، آلة وايقاع؟ إيه هذه الجانب دائما في ناس تخلط. إيه لبس. إيه الآلة الإيقاعية هي الآلة اللي يعزف عليها، الأداة اللي يعزف عليها أو تؤديها سواء طبل أو طويسات أو مثلا إيحلة، هذه اسمها آلة وتسمى آلة إيقاعية. آلة إيقاعية. آلة إيقاعية لأنها تصدر من خلال أو تتوظف من خلال الإيقاع، بس هذا الإيقاع عشان يظهر لابد أن يحتاج إلى آلة. نعم. تظهره من ناحية الخاصة في البحر مثلا صنفت بتقريبا 4 أصوات، يعني اللي حلى اللي الدم أو الطبل الكبير البحري هذا الدم، في الطويسات اللي هي اللي يسمونها الحادة أو الهاون، هذه كلها آلات موسيقية توظف لإصدار الإيقاع البحري أو الإيقاع بشكل عام. نعم والإيقاع البحري هو بنفس الشيء، الإيقاع البحري اللي هو الناتج اللي يظهر من هذه الآلة. طبعا صنف في السنجيني، في الحدادي، في حدادي مخالف، في الأنواع هذه كلها اللي تصدر من خلال هذه الآلات. طبعا كانوا الكويتيين في السابق لا يستخدمون في السفينة الآلات بمفهوم الآلات، لكن كانوا يستخدمون التصفيق ويستخدمون الأرجل في الضرب على خشب السفينة فتعطي الإيقاع القليظ الدم دم، فكان له صوت جميل في عملية استخدامها في الغناء في الأغاني البحرية، فتصدر صوت يعني السفينة بشكل عام كانت هي الآلة. الآلة اللي تستخدم في إصدار الإيقاع البحري، وكذلك التصفيق، التصفيق بالإيدين أنواع، يعني في تصفيق البيذاني، تصفيق العود، لها ألوان الكويتين. هالتسميات هذه وين أصلها دكتور؟ هذه أنا طبعا اللي ركز عليها في دراسة المرحوم الباحث يوسف دوخي. نعم. وصنفها لأنها كانت تستخدم، يعني مثلا الصفقة هذه غير هذه غير هذه، فكل واحدة لها لون معين تستخدم فصنفت، فتجد مثلا البيذاني الصغير هذا غير، فهذا اسم اي كل تصنيف معين، وهذه طريقه ابداعيه. طبعا الكويتيين اول بفنونهم ابدعوا مو بس بطريقه الفن ولكن حتى في تسميات تقنين التسميات للايقاعات المستخدمه. يعني هم على الاغنيه اللي راح يغنونها عارفين شنو صفقتها ولا هو يحدد يقول نبي الصفقه؟ لا لا يعرفون هم، هي سبحان الله هم موظفين نفسهم بطريقة غريبة جدا. أنا أقرب صورة أصورها في الإيقاعات البحرية اللي هو علم الهارموني في أوروبا، علم الهارموني اللي هو تعدد التصويت. نعم. تعدد التصويت في أوروبا في السيمفونيات تجد الباص والآلتو والتينور والسوبرانو طبقات صوتية موحدة. نعم. كذلك في الإيقاعات البحرية في الكويت مثلا أو في الخليج تجد يقننونها بالغليظ والأحد إلى غاية الحاد، فهذا التقنين من علمهم إياه؟ منو خلاهم يسوونه بالضبط؟ منو؟ الطبيعة، الفطرة. الفطرة طبعا. نعم. الفطرة لها دور، والطبيعة لها دور. والطبيعة لها دور. تلاطم الأمواج في على السفينة هذه لها دور كبير بعد، لأن صوت الأمواج وهي تضرب في الخشب. نعم. يعطي إيحاء لهذا الإنسان الفنان شلون يقنن هذه البيئة، لأن هي أساس الموسيقى والأصوات هذه كلها من الطبيعة. أكيد الريح والشجر والطير، فما بالك في البحر أهواله بأمواجه بعواصفه. يعني هم ابتكروا هذه الفنون أم هم يعني استوردوا هذه الفنون نتيجة التجارة البحرية السابقة ما بين الكويت والهند وغيره؟ نعم نعم، الفكرة الأساسية أن الإنسان بطبعه يؤثر ويتأثر. صحيح. الكويتيين أولا كانوا يروحون مثلا الهند. نعم. يروحون أفريقيا، سواحل أفريقيا، اليمن، وكان في احتكاك، يسمعون يأخذون يتعاملون معهم، فأكيد يعني بفطرتهم يأخذون هذه الإيقاعات ويضيفون عليها أشياء، أشياء تناسبهم أشياء ما تناسبهم. يعني إحنا ما عندنا إيقاع
كويتي خاص فينا بحري مثلا احنا صدرناه للخارج في اللي احتكوا معانا بالتبادل التجاري خذوا هذا الفن الكويتي عندهم كثير كثير لو انت تبحث في تراث الخليج مثلا نعم. تجد في فنون مثلا اصلها كويتي اصلها من الكويت حتى يسمونها باسمها يعني الصوت اصوات كويتيه في اليمن يسمى صوت كويتي الصوت إيه يعني هو مو بحريني لا لا في صنعاني في كويتي في بحريني أو هذا فيلم ثاني راح ندش فيه إن شاء الله بس هو الصوت يختلف الوضع أنا أتكلم على التأثير والتأثر نعم. التأثير والتأثر سواء بالإيقاع أو بالألحان مثل اللهجة إحنا نتأثر مثلا لما أقولك عطني جلاس الجلاس مو كلمة عربية جلاس إنجليزي نعم. شلون يتوصلت عندي هي أقول عطني جلاس ماي فالتأثر والتأثير هذا موجود طبيعي في البشر من الاحتكاك من الهجرات يدش الإنسان ويسمع ويتفاعل مع ألحان أو مع إيقاعات ويبدأ يبنيها أو بشكل طبيعي أو ما يتناسب معه أعطيك على سبيل المثال الصفقة اللي يمتاز فيها الخليج تشربك احنا نسميها نعم. تشربك تجدها في المغرب هذا تشربك التشربك هذا في أغاني تراثية في المغرب شمال أفريقيا موجودة باقي الدول العربية ما عندهم تشربك هذا يعني إحنا بالكويت عندنا وصلنا شمال المغرب هناك يعني وصلنا إحنا وصلنا أبعد وصلنا إسبانيا وصلنا بالضبط لكن يعني أتكلم إن كهذه الفنون نعم. يعني اليوم ما يمتاز فيها الكويت أتكلم على التشربك إيه تشربك حتى الكويت. الخليج يشربكون لكن هذه لما هذه الجزئية البسيطة بالتشربك تجد ان الرحلات السابقه والفتوحات اللي صارت في الاندلس كلها من الجزيره العربيه لكن بقى بعض الاثر في المغرب مثلا فتجد نفس الشربكه اللي احنا نشربها في الاغاني الشعبيه موجوده في المغرب اعطيك مثل شويه ظريف احنا عندنا في مثلا في العراق شمال العراق يقولون بسه على القطو نعم بسه صحيح او بزون اسف نعم. والسعوديه يمنا يقولون بسه ايش معنى احنا نقول قطو تجد في اسبانيا يقولون قطو شاب كلمة قطو في إسبانيا أو شاب الكويت هي مثلا يعني هذه الأمور صغيرة ممكن فيها ظرافة شوي لكن ما قلنا بسة ما قلنا مثلا بزون يمنا العراق ويمنا المملكة العربية السعودية شو تفسر هالشيء دكتور والله ما أدري احنا احتليناهم يوم احتلونا بس الكلمة فعلا أنا لما تشدني لما أشوف نفس الكلمة عندهم يقولون قطو بعد احنا يمكن احسن نسميه عتوي اذا كان عودة فهذا طيب. تاثر وتاثير انا اقصد اضرب المثل نعم. انه في تاثر وتاثير الانسان بشكل بطبيعته نعم. يتاثر ويؤثر كذلك فنوننا احنا ممكن موجوده في مكان اخر ممكن فنون اخر مثل افريقيا الطنبوره والليوه والفنون هذه موجوده عندنا تاثرنا بافريقيا فيه طيب فن الخماري نعم هو فن بحري إيه؟ ولا هو فن مدني نسبة انه عزف بالمدينة إيه يسموه نعم. فن مدني نعم. بعد الفاصل بتعرف على هذه الفنون إيه؟ مصدر تسميتها لكن إيه؟ وياك ان شاء الله تفرير بعد هالفاصل إبشر طيب. فاصل وراجع لكم لا تبعدوا دكتور حمد الهباد العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية فن الخماري نعم خلينا نقول المشاهد شنو هو الفن الخماري نعم وأصل هذه التسمية حلو. هل هو بحري أم مدني انزين احنا نبدأ في الفن الخماري بشيء جميل جدا تفعيلته أبدأ فيها لأن هذا الجانب يعكس مدى ارتباط هذه الفنون في دولة الكويت بإرث عربي وإسلامي قديم أساساً هو يمشي مع إيقاع اسمه الهزج مفاعل بهذه الطريقة في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقبل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز جارية فقال لها أما بعثتم معها من يغني فقالت ماذا نقول يا رسول الله قال قولي أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم تفاعيل هذا الكلام الجميل هو تفاعيل مفاعيل اللي هو الخماري نفسه دم 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 تك تك
هذه بداية أن نعرف أن هذه الجزئية مهمة اللي تعكس عن تراثنا اللي احنا نستخدمه وجودة في جذورنا في جزيرتنا العربية في الجزيرة العربية نعم. إلى ما بعد الإسلام موجودة في غناء الهزج نعم. خصوصا في كان موجود بالجاهلية دكتور؟ أكيد ما دام أنه موجود على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فأكيد موجود في ما قبله. أقرب أغنية الآن لو تضرب كمثال حتى نقرب لا أنا المشكلة ما أحفظ يعني لا ما بيك تقولها الأغاني اللي موجودة يعني مثلا يا روح روحي إيه؟ لا غنتها علي حسين نعم. كان في المعهد من هذه الفنون اللي ممكن تنحط وتذاع كإيقاع أساسا قبل اللحن لأن الألحان تختلف عن الإيقاعات نعم. فهذا الإيقاع أساسا لما نحن نبحث فيه ونلاقيه موجود في الفنون البحرية وموجود في الفنون المدينة نعم. هو أساسا يخضع لتصنيف الفنون فنون مو أغاني. كان العرب أول أو أبائنا وأجدادنا يصنفون هذه الفنون أو يقولك هذه فنون وهذه أغاني وهذه أي غناء أو يسمونها أغاني لكن الفنون جزء من الغناء يعني الأصل في التصنيفات الأصل مو فن يعني مو معناها فن لما يقول لك فنون مو معناها فن فن تشكيلي إيه هي اسمها كذي اسمها فنون عشان كذي يقولك فنون خماري إيه. ما يقول أغاني خماري ما يسمونها أغاني فنون خماري إيه فنون خماري وهي نوعين في نوع ثقيل ونوع الخفيف هذا اللي نتكلم عنه النوع الثقيل هو يختلف عن السامري عدل لا غير السامري السامري إيه يختلف لكن صوته وأداء يختلف اختلاف نهائي حتى في الإيقاعات ودائما في شجن الإيقاع الخماري هذا في شجن لكن فعلا مثل ما تفضلت هو يستخدم في المدينة ويستخدم في الأغاني البحرية فهل هو السؤال يطرح نفسه هل هو بحري ولا مدني؟ أو مدني يمكن هني وانتقل أهل البحر وما المدينة كبير لأن مثل أنا أقول لك العرضة نعم العرضة البرية ويسمونها العرضة النجدية نعم. لكن بتطور الإنسان الكويتي وارتباطه بالبحر صار عندي عرضة بحرية نفس العرضة البرية؟ نفسه بس تعزف على السفينة طبعا أقل عددا لأن هناك في البرية سيوف وحصن حتى بالبحر حصلت حروب بالبحر أنا أتكلم على العرضة كهوية استخدمت في السفينة كهوية مثل جواز السفر لما يبندرون في سواحل أفريقيا لازم يشيلون العرضة البحرية يروحون الهند يشيلون العرضة البحرية قبل لا يصلون الشاطئ يشيلون العرضة البحرية فبالتالي في تداخل بالوظيفي في هذه العملية لكن لما أشوف أنا الفنون البحر الفجيري مثلا تجد من جزيئات الفجيري يقول لك مثل العدساني العدساني أساسا إيقاع خماري وليش سمي العدساني؟ العدساني هي موضوع شوية دسم اعتمدت الكويت على الفنون العربية الأصيلة نعم. الفنون العربية الأصيلة أول فن عندهم أو أول فن إيقاعي هو الثقيل وكلمة الثقيل هذه معتمدة في عند كتاب الفارابي وابن سينا وصفي الدين الأرموي الإيقاع الأول عند العرب هو الإيقاع الثقيل ثقيل. عندنا لما نينا نترجم هذه الأمور لقينا مثلا كلمة سنجيني اللي هو شاي ثقيل إيه سنجين إيه؟ نفس الشيء عندنا فن سنجيني نعم. العدساني العدساني من العدس عدس وضغط حافر البعير في الصحراء فثقل هذا الشيء يسمونه عدس فأصبح عدساني وليس من إسرة العدساني نعم. عشان نوضح أكثر نعم. خماري الخماري معناها ثقيل لأن في السفينة في عندهم الحبل مال الشراع اسمه خماري حبل خماري يرفعونه عشان تثقل السفينة وتوقف حتى كله مرتبط بالثقل كله بالثقل اللي هو الإيقاع الثقيل عند العرب لكن ترجم في عندنا في منطقة الخليج إلى مسميات أخرى تعني فيها الثقيل والله يا دكتور عندنا يعني تراث إيقاع وفنون عميق جدا ولا جذورة ولا أصولة وغني جدا بالأفرع يعني روح اسبح فيها صحيح ما تبي صحيح وينها بموسيقى اليوم وينها بأغاني اليوم نعم. وينها بألحان اليوم وينها بكلمات اليوم مو هذا احنا ليش قاعد ناخذ الغربي احنا وكأننا احنا فقراء نعم. فنيا نعم هذه جزئية وايد مهمة تعور قلبي بعد فيها لان احنا مشكلتنا ابتعدنا عن تراثنا وأصبح التراث هذا شيء في الأدراج اللي يهتم فيه تلقي واحد اثنين ثلاثة ويمكن يعني يلاقي فرصة يتكلم فيه أو ما يلاقي فرصة احنا دائما في مجتمعات في المجتمع لما نقعد مع الشباب نركز لهم على هذا الشيء لما نقول له مثلا على سبيل المثال صفي الدين الأرموي يتكلم عن فن اسمه فن النيدي
شلون بعد شيخ الله النيدي عند صفي الدين الأرموي في القرن الرابع والثالث الهجري، صفي الدين الأرموي يتكلم عن إيقاع اسمه الرمل، يقول والرمل ست نقرات وتدرج النقرة السادسة، يعني عنده خمس نقرات والسادسة تدرج، تدرج أي تحذف. إيه بمعنى شنو قصده بهذه؟ إن هذا الإيقاع لما نشوف إحنا الإيقاع الوحيد في عند العرب أو في الكويت عندنا اللي يسمونه في النيدي دوم 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 تك تك إس الإس، هذه إحنا نسميها السكتة. إيه السادسة. إيه هذا ما تبحث في الوطن العربي ما تلاقي إلا الإيقاع هذا عندنا في أغنية يا أبو يوسف لا تعاتب من جفاك من زهد في عشرتك خلى يروحي، إيقاع هذا الإيقاع الرمل اللي ذكره هو صفي الدين الأرمو في كتاب الأدوار. إذا إحنا عندنا إرث عربي موجود حافظين عليه موجود ممارس، نعم، لكن إحنا نبي نسلط الضوء عليه فقط ونذكر عيالنا ترى هذا تاريخكم. الفن الشعبي عبارة عن تاريخ مرئي مسموع موثق موثق توثيق أمامك. ليش ما يستخدمونه؟ صعب كلمة ليش هذه تترك لكثير من الناس، يعني وزارة التربية ما تقصر درست عيالنا بعض العينات من التراث تعطيهم. طيب. المعاهد عندنا هم كذلك نعطيهم جرعات منها، لكن الفكرة في علم النفس يقولك التعلم هو التغير في السلوك الناتج عن الممارسة ويتصف بالثبات النسبي، لابد من الممارسة ولا يضيع التعلم. طيب ذيلة مستوى فردي وقاعد يشتغل لحاله ولنفسه وشركات إنتاج والجمهور شنو يبي يسمع وشنو حاب وغيره. نعم. عندك أوبراتات وطنية قاعدة تقام على الدولة وعلى البلد باسم نعم. الدولة وغيره. أنا أحيي بهذه الكلمة الفنان غنام الديقان. نعم. هذا الرجل اللي حافظ على إرث تراثنا من خلال حفلات العيد الوطني في وزارة التربية. للأسف غنام الآن ما أدري وينه. لكن لابد أن نطلعه نقول تعال ارجع أنت بصحتك. أبو علي شهد الخليج أعطانا تاريخنا كله من خلال مسرحة التراث في وزارة التربية، هذا كله راح مو منه، يعني لو ناديت أبو علي بيك، لو ناديت الله يعطيهم الصحة والعافية يا دكتور ويبارك نعم. بأعمارهم ومدهم إن شاء الله طول عمر. الجيل الثاني اللي موجود، الفرق الموسيقية اللي موجودة، الفرق الشعبية اللي موجودة، لماذا لا يتم إدراجها وشركها وإشراكها بمثل هذه الأوبريتات؟ وخلنا نحافظ على هذا بهذا الإرث، أنتم موجودين، حضرتك موجود. الفرق مثلا فرقة ابن حسين أو معيوف هذه موجودين وعايشين، عيالهم ماتوا الأباء الله يرحمهم، لكن عيالهم ما زالوا محافظين عليه. أنا أذكر تجربة قام فيها السنعوسي الأستاذ القدير، كان في وكيل وزارة الإعلام في وقتها نعم بطارق بطارق ايه؟ قام في تجربة وطنية فريدة لما شاف بدأ الإيقاعات تضيق من الشباب سواله فرقة التلفزيون نعم. ويعطي الشباب الكويتي مكافأة 150 دينار وأعاد صياغة التراث الإيقاعي بين الشباب، وهذه الجزئية مهمة على وزارة الإعلام رغم أن وزارة الإعلام أقول مو دورها، لكن لا هذا الدور الأساسي لأنها تبنت وزارة الإعلام المعاهد في يوم الأيام في المجلس الوطني. إيه عندك دكتور المجلس الوطني جزء منه طبعا نعم. في مؤسسات احنا قاعد نشوف احتفاليات موجودة يستقطبون، يعني بارك الله فيهم الفرق العالمية صحيح الغربية وشكرا صحيح لهم على هذا الدور. هل أنت قاعد تشوف قاعد يقومون بدورهم بالحفاظ على هذا الإرث الشعبي التاريخي اللي موجود عندنا؟ أكيد احنا هذه للأسف الشديد احنا نقولها لكن مو بيدنا احنا اللي نملكها نقول تعالوا سووا، لكن انا ممكن اسوي ضريبه. الضريبه انت كملحن لما تسوي حفله في حفلتك لازم يكون فيها ما بي منك فلوس، انا بي منك فقره تراثيه تحط ليها ضمن هذا الحفل كضريبه وطنيه لازم تقدمها في على المسرح. سووا حفلتك لكن حط لي فقره او فقرتين من تراثنا الجميل. الأوبريتات اللي تحصل مؤخرا فيها هذه الفقرات ترى؟ لا ما فيها، وسمعتها أنا للأسف الشديد عبارة عن خليط غير مدروس لإيقاعات مصرية وإيقاعات ما في تعمد مصر. في إبعادها أو تجاهلها؟ لا لا، لأن الجاهل أساساً الجاهل في الملحن اللي سواها، لأن هذا الملحن لابد أن يكون واعي. لماذا لا يطلب منه؟ مو هذه سؤال ينتج. آخر الدولة قاعد تنتج يا دكتور. مو أنا المشكلة أنك أنا أثق فيك وأعطيك الفلوس أقولك سوي لك لحن أو سوي لي أوبريت، أنا ما أخطط لك لازم أقول لك أبي إيقاع في حفلة من الحفلات أنا قعدت أطالعها الإيقاعات مو كويتية مغربية مصرية، وهذه يلمني خاصة في وجود عيد وطني أو في مناسبة وطنية يلمني، لأن هويتك أنت أساسا هي الإيقاعات اللي هي مثل اللهجة اللحن، حتى اللحن أكو في عندنا شيء اسمه الطابع الصوتي
الطابع الصوتي هذا هو اللي يحدد لي هذا هذه الاغنيه من اي بلد يعني. اي بصمتها، البصمه بصمتها، احنا فقدت هذا الشيء. بصمه الصوت. طيب نعم، مشاهد معك فيديو. نعم. وباخذ فاصل بعد هذا الفيديو اللي راح كنترول نشوف الفيديو ولا ناخذ فاصل؟ طيب بعد الفاصل نخلي مشاهدينا عندنا فيديو هذا الحوار الجميل والساخن مع دكتورنا بعد الفاصل ان شاء الله، خليكم معنا. دكتور، هذه الأوركسترا اللي حضرتك أسستها عدل؟ صحيح. كم عمرها؟ كان عمرها 3 سنوات من بعد وقوفنا يعني. ها توقفت الحين؟ إيه أنا وقفتها. أنت وقفتها؟ إيه. الحين عندنا دار الأوبرا، إحنا في أمس الحاجة. إيه لا وقفت عشان صار في دار أوبرا وقفناها. هذه قصتها قصة جميلة. إيه. هذه كنت كلفت عن طريق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إن نروح مهرجان في أذربيجان. وطلبوا مني إن آخذ معي مجموعة من الشباب أو واحد يمثل الكويت، بس أنا قلت لهم رفضت لأن هذه مسابقة دولية ما أقدر، لو كان مهرجان نشارك فيه ما يخالف، بس مسابقة أنا أعرف المدرسة الروسية المدارس العالمية في العزف ما بعد وصلناها إحنا خاصة الصغار. فرحت أنا والمدير المركز اللي في المشرف فيصل درويش أمسي عليه، فرحنا وشاف بعينه. لما شاف بعينه قلت له شوف مال المجلس الوطني فيصل الدويش ولا مو الدويش الدرويش عفوا الدرويش فشاف بعينه الامكانيات. قلت له شوف لو رحنا احنا مو فشلنا عمرنا، في فرق بين مهرجان وفي فرق بين مسابقه، هذه مسابقه دولية. وان كان على هامش هذا المسابقه ما كان ممكن تقدم، صعب صعب لانه ما عندك عازف بمفهوم العازف. فقلت له ايش رايك احنا نسوي نواة للمدارس بعد 4 سنين مثل الأولمبيات. نعم. بعد 4 سنين أطلع لك أنا عازفين بحكم تخصصي، أنا متخصص في الأوركسترا وعازف كمان من أساس، هذه دراستي الأساسية. نعم. فرجعنا الكويت، رحت قابلت المهندس علي اليوحة، أنا بوجه له تحية وقلت له أنا عندي هذا المشروع وبسوي، بس أنا عندي شرط واحد. قال شنو؟ قلت أنا ما أخذ فلوس. فهو اتفاق. هذا شرطك؟ شرطي. إيه ما تأخذ فلوس. إيه أبي هدية مني حق الكويت. نعم. فتفاجأ ما يصير. قلت والله صار هذا تقابل واحد شاذ في النواحي هذه. نعم. بس المدربين أبعطيهم. نعم. بس أنا ثق مني ما أبي منك شيء. بس عطني 4 سنين. بعد 4 سنين راح أسوي لك فل هارمونيك أوركستر من الشباب. قال روح اتكل على الله. المهم اشتغلنا على يوني 3. الثلاثة ذولا صاروا 90. 90. 90. ما شاء الله. سوينا الأوركستر، سوينا الباليه الأطفال، سوينا قسم البيانو، أوركستر سيمفوني اللي الحين شفتوه، زائد سوينا اللي هو الأوبرا. نعم. طبعا الأوبرا أنا استعنت في عندنا بالمعهد الأستاذ أماني حجي
نعم. يعني الأولى في العالم نعم. العربي نعم. في هذا مميز. وهذا فخر أنا أقول هالكلام لأنها من بناتي يعني نعم. ولازم نفتخر في عيالنا صحيح. فحطت إيدها بيدي وسوينا هذا الشغل واشتغلنا يعني أول سنة ثاني سنة بنجاح مثلنا في أذربيجان رحنا أذربيجان شاركته وشاركنا وشاركنا مع بنتي سارة دشتي نعم. كانت لولو الشملان في البيانو نعم. خذت المركز الأول باسم الكويت فهذا دليل واضح أو تجربة عملية أن الكفاءات الشبابية في الكويت نعم. ممكن أنها أنت بس مجرد أنك أنت تعطيها دافع بسيط وتأخذ منها نتائج باسم الكويت الحقيقة أنا يعني لقيت الموضوع في تعب أكثر علي أنا وأولود صار علي أنا أكثر كنت أبي أنا جهة أخرى تحمل هذه ترعاه إيه؟ وتحمل هذه الأوركسترا فاستأذنت أنا من علي اليوحة المهندس علي اليوحة نعم. أني بنقلها إلى الشباب إدارة وزارة الشباب, وزارة الشباب نعم. يعتنون فيها الحقيقة خذلت في معاملتهم معي أنا بالذات ووقفته من قبل من قبل وزارة الشباب ولا المجلس إدارة الشباب نعم وزارة الشباب إيه نعم وزارة الدولة لشؤون الشباب اي نعم فخذلوك خذلت في هذه الموقف بهذه الفكرة بهذه الفكرة اي والله الفريدة من نوعها اي والله للاسف ليش شنو قالوا ما ابي اتكمل يعني اكثر من كذي يعني طيب شنو الموانع اللي شنو الشيء اللي منعهم من تبني هذا 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 الفرقة نقدر نسميهم فرقة هذه فرقة أوركستر اي غير الفرقة أوركسترا أوركسترا نعم كويتية كويتية نعم شو اللي يمنعهم شنو العوائق يعني لا أول عائق حطوا لي إياه خفض الميزانية إلى 50% فقلت لهم ما أقدر وهذا ميزانيتهم كبيرة بالملايين ما أدري بس اللي عطوني إياه لا ميزانية هذا الأوركسترا الملايين لا لا لا, لا فبعد أول حفلة عطوني فيها الميزانية ثاني حفلة يوم هذا قالوا لي نعطيك 50% ووقفت قلت له آسف ما أقدر وهذا للأسف الجانب السلبي اللي حسيته منهم أنك أنت بدال ما تعطيني لتطوير رغم أني أنا ما أخذ فلوس يعني الحين ما عندنا أبرة كويتية ها؟ لا لا للأسف الشديد ولا نقدر نسوي أبرة كويتية ما راح تقدر تسوي وعندنا دار الأوبرا وعندك دار الأوبرا عبارة مستعين عبارة عن مباني جميلة نعم. تجيب من برا أنت ناس وتحطهم بفلوسك وتشتغل باسم دار الأوبرا لكن للأسف لا تستطيع أنك تبني مبنى دون ما يكون في عندك أنت تدريب طيب فلوس يمشي. الناس اللي يجيبهم من برا أقدر أنا أستمر مع الأوبرا المحلية إيه نعم. الكويتية إيه أقل بعد يعني أنا استمريت مع الفرقة الأوركسترا هذه. دكتور فعلًا تنافس ولا إحنا قاعد نجاملهم لأنهم شباب كويتي وقاعد ولا فعلًا منافسين. من هم؟ الشباب الأوركسترا الكويتية. لا لا. بالعكس هذول شباب أقول لك يعني أنا أتكلم بأمانة. نعم بأكاديمية إيه أكاديمية. أمانة أكاديمية. إيه يعني هذول الأطفال لما طلعوا يعني أنا أعطيك مثلًا سارة دشتي كان عمرها 5 سنين أو 6 سنين. نعم. مثلت الكويت برا وخذت المركز الأول. لما أقول لك عن لولو شملان عمرها 11 سنة كان أو 10 سنوات وتطلع بالمركز الأول شنو يعني لك هذا؟ وين في مسابقة دولية مو في مهرجان محلي نعم في كان في أذربيجان وهذا موثق الكلام هذول الشباب لما باكر يكبرون مو يمسكون ما حاولت مرة ثانية؟ لا 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 أنا من النوع اللي أقول لك إياها لما تيجي تقول لي شنك تطردني تقول يلا لك خذ نص المبلغ ومش أنا مو قاعد أخذ فلوس أنا قاعد أعطي المدربين الفلوس بس لما تعطيني 50% خصم شيل مني 50% أقول لك آسف لأنه ما راح ينجح العمل ما أكيد لكن تفشلني أنت وهذا اللي حصل يعني هذا اللي حصل وقدمت كتاب كان للوزير الحمود كان سلمان الشيخ سلمان نعم قدمت كتاب اعتراض على الموضوع هذا ومشيت لأن ولا حد اتصل عليك ولا حد ولا حد يتصل علي لأن لو اتصلوا علي لا يعني غيرون وجهة نظرهم يعني دكتور تعال احنا غيرنا وجهة النظر زدنا الميزانية أنا أتكلم بالمبدأ أنتوا هذول عيالكم وأنتوا المفروض أنتوا اللي تتبنوه مو أنا أنا قاعد أقول لك بدون مقابل قاعد أخدم بلدي من خلال هذه الأوركستر وفعلا كانت الأوامر اللي جتني أن يبون استمرارية لهذا المشروع بالاستمرارية هذه يعطوني اجتماع بأن يخفض 50% من القيمة الإجمالية شلون تبني استمر وصلت الفكرة وصلت الرسالة بس قبل أن نختم ويمشي وقتنا دكتور تكلم على فن البادية اليوم حلو هل إحنا فن البادية عندنا غني أم هو فقير؟ هل هو مستمر اليوم وهو فقط نجده في العرضة فن العرضة ولا في فنون أخرى؟ لا احنا خلنا أصلح بس معلومة العرضة أساسا هي ليست للبادية العرضة؟ العرضة لا للعرضة الحربية العرضة الحربية أساسا هي نجدية من الحضر أساسا نجدية من الحضر؟ ايه نعم مو للبادية؟ لا 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 فنون البادية
إرث ثقافي جميل جدا وكنز من كنوز تراثنا اللي نعتز فيه. البادية اختزلت تراثها قصصها من خلال الشعر والقصائد، فمن خلال هذه القصائد تجد أنت تراث عربي كامل. أبعطي أنا بعض الأمثلة إذا كان الوقت يسمع. في يعني مثلا تأثر الحيوان بالموسيقى، تجد أن في البادية كان لهم أساليب في تطويع الفنون الغنائية لخدمة هذا الحيوان اللي هو ما يسمى بالجمل. نعم. شلون كان يتعامل هذا الإنسان البدوي من خلال أغنية مع الإبل. مع الإبل يعني مثلا لما يروحون يشربون ماء تختلط، أنت عندك 1000 بعير أنا عندي 500 يختلطوا مع بعض يشربون ماء. تجد واحد يوقف طرف يغني حق القصيصة، اسمها القصيصة رئيستهم. يغنيها باسمها، ترفع رقبتها وتروح يلحقون ربعها. هذا اللي يسمونه إيهوبل. الهوبال شيء ثاني، الهوبال اللي حق الماء، الوصول إلى الماء للتروية مثلا. هو بالطريج يورد على أم ظرمة ريح الزبادي بفمه ويغنيها على البعير والبعير الرائحة باتجاه الماء، لكن أتكلم على وجودهم بالماء واختلاطهم. واختلاط شلون يعزلهم؟ شلون ينعزلون بهذه الطريقة؟ هذا جزء من التراث البادي. استخدم هذه القصائد لتطويع وغناء. نعم بغناء الصوت. شلون هذه الإبل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حادي اسمه أنجشة، فكان من يحدو في أمهات المؤمنين كان يقول يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير، يعني شوي شوي علشان البعارين قامت تهز، فيقول شوي شوي على الحريم اللي فوق فرفقا بالقوارير، فكانت الحيوانات تألف للنغم، وهذا دليل موجود في تراثنا العربي. تعال بعد كذلك من التراث الجميل عندهم في الجاهلية لما كانوا في حروبهم، كانوا العرب يقولون وغى وغى حر الحرائر والتضى الحريم تلبس اللباس المزركش. هذا اللباس المزركش يدليل على أن المرأة تشارك الرجل في حروبه في أتراحه في أمراحه. كذلك عند البدو لما يقول يوم أخلفنك لابسات الدناويش حطيت فينا يا أخو حسن عذاريب. لابسات الدناويش اللباس الجميل المزركش اللي كانت المرأة. الدناديش ولا الدناويش؟ دناويش. دناويش سمونه مو الدناديش. لا إيه؟ الله أعلم، أنا الحين شككتني في الكلمة. إيه الدناديش أو ما شككتني، ما يخالف. إيه ما عليه. إيه يعني الواحد ممكن يخطأ في اللفظة. لا ما أحب إني. بارك الله. فهذا الجانب اللي نقدر نستقي منه إحنا من تراثنا البادية هذا الجانب. لكن ختاما فن العرض نجدية يعني مو نسبة إلى نجد، هي نسبة إلى نجادة. لا 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 نجد المنطقة هذه. المنطقة نجد. إيه منطقة نجد كانوا لما يستدعون على الحرب كانوا يغنون، فالناس تسمع الفن ويون. يتجمعون. بارك الله فيك دكتور حمد الهباد العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى هذا الكلام الطيب اللي حضرتك تفضلت فيه. شكرا لك دكتور. شكرا. حياكم. كل الشكر لضيفنا، مستمرين معاكم بعد الفاصل. معروفك لن أنسى هي حملة ورسالة من الشعب الكويتي إلى الشعب وأطفال سوريا، أسأل الله يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة يا رب. راح نتعرف على تفاصيل هذه الحملة مع ضيوفنا. بداية أرحب بالأستاذ محمد الخراز وهو ممثل جمعية الإغاثة الخيرية. مساك الله خير. مساك الله بنور وبركاته. أنت أكبر واحد. حياك الله. شلونك؟ الحمد لله تمام. يا هلا مرحبا فيك. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد العزيز العجمي من مبادرة 180. مساك الله الخير. مساك الله بالنور يا هلا بتركي. حياك الله. هلا مرحبا فيك. أنا خليت أختنا آخر شيء لأن هي للحين تقول أنا، فخلينا نضحي فيهم بعدين نبتدي وياه. الأستاذة زمزم العلي من مبادرة 180. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهدى الحين الحمد لله. حياك الله. الله يحييك. قواكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. بداية أنطلق معاك أستاذ عبد العزيز وتعرف ونعرف المشاهد الكريم على هذه المبادرة وفريقكم فريق 180. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
او شيء مساك الله بالخير وتركي مساك الله الربع من وراء مبادرة 180 كلهم الكويت كله مساكم الله بالخير مبادرة 180 درجة مبادرة إعلامية شبابية تأسست أسسها طبعا دكتور بركات وقيعان حي مسيه بالخير مع المشرف العام عليها طبعا والمشرف الأكاديمي الدكتور فواز العجمي. تأسست المبادرة تقريبا في شهر 11 اللي طاف من عام 2017. المبادرة شبابية إعلامية. فواز العجمي دكتور الإعلام. أي نعم في قسم الإعلام جامعة الكويت. نسي عليه بالخير دكتور فواز. نسي عليه بالخير محمد. نعم. المبادرة انطلقت في 1/11/2017 وانتهت تقريبا ب 11/11/2017. المبادرة شبابية طبعا قضينا زرنا أكبر مؤسسات إعلامية في المملكة المتحدة بريطانيا لندن. زرنا البي بي سي الأي بي الأمريكية مؤسسة إعلامية معروفة. كانت سبحان الله هذه المبادرة يعني كانت يعني لولاها ما كنا هني الحين متواجدين نسوي حملة معروفة كلنا نساء مع جمعية الإغاثة الخيرية. هذا التعريف مبسط جدا بالمبادرة. حياكم الله بأي وقت يعني قبلها ولا بعدها يعني الله يرحم والدينك. الرأي للجميع يعني حياكم الله. أنت بتقول كل شيء عن المبادرة ولا ما تبي نسأل؟ لا والله أنت تقول كل شيء ببساطة طبعا يعني. حياك الله عزيز وغالي. الله يحييك. أستاذ محمد خلينا نتكلم عن هذه الحملة عن مكانها موعدها وانطلاقتها وشنو هي بالضبط هذه الحملة؟ هي هذا مشروع راح ينطلق باكر بكره ان شاء الله في مجمع 360 من 10 صباحا ل 10 مساء. نعم. هذا المشروع اللي يتكون من شقين مندرج تحت حمله معروفك لن ننسى. معروفك لن ننسى هي حمله يعني تقيمها جمعيه الاغاثه الانسانيه لكفاله 3000 طالب سوري. يعني ابو تركي ترى من بدايه الازمه الى الان هناك اكثر من 800,000 طالب سوري ما قاعد يدرس. هناك أكثر من 50% من المدارس في داخل سوريا متعطلة. نعم. هناك يعني 50% متعطلة وفي 50 شغالة 50% شغالة 50% شغالة 20% منهم يعني 3-4 متعطل جزئيا يعني. فبالتالي يعني جمعية الإغاثة الإنسانية يوم شافت هذا الواقع يعني هي جمعية حديثة التأسيس لكن بادرت بهذا المشروع مع أخواننا في مبادرة 180. في بداية حملتنا هذه أطلقنا يعني إنشاء مدرسة في أورفال المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. نعم. مدرسة تضم لتدريس 1000 طالب. 1000 ولا 3000 طالب؟ هذه الحملة الأساسية الهدف الأساسي. هدف تصنف 3000 لكن الحين المشروع الأول لخدمة الحمل بناء مدرسة تضم 1000 طالب. 1000 طالب إيه. نعم. المديرية التربية التركية يعني جزاهم الله خير أعطونا الأرض. قال يعني كم يوم الحملة إن شاء الله؟ الحملة راح تكون 12 ساعة بكرة في مجمع 360. 12 ساعة. إيه. لاستقبال التبرعات. إيه نعم في المجمع. أونلاين. راح يتم إطلاق رابط إن شاء الله. إخواننا في مبادرة 180 راح يكون موجودين. نستقبل جميع الشرائح وأنا يعني أوجه نداء من هذا البرنامج الكل حتى لو حسابك برايفت تعال. لعله يمكن فلو واحد منك يسوي تأثير كبير في هذا. في عندكم دفع مباشر ولا فقط؟ في دفع كاش في دفع فيزا ومراقبين من قبل وزارة الشؤون ومرخصة خارجية ومرخصة كل هذه الأمور مرخصة بشكل كامل. طيب رسمية من وزارة الشؤون. أستاذ زمزم شلون تشوفين مثل هذا التعاون ما بين هذه المبادرات وما بين الجمعيات الخيرية؟ شايفين قاعد يخدمون بعضهم بعض؟ لا شك طبعا بالنسبة حق جمعية الإغاثة الإنسانية هذه أول مرة لها تكون لها حملة بالتعاون مع مبادرة شبابية اللي هي مبادرة 180 درجة. نعم بالنسبة لهم هم أول مرة. أول مرة يتعاملون مع مبادرة شبابية. هذه مبادرة جدا طيبة كونها جمعية الإغاثة شافت في مجموعة 180 درجة في طاقة شبابية في حماس في جروب حاب يقدم مساعدة حاب يشارك في أعمال تطوعية وكانت هذه أحد خططنا كمبادرة 180 درجة. فلما طلعت الفكره من اخونا مدير عام الجمعيه الاغاثه الانسانيه خالد الشامري نرحب نمسي عليه بالخير الكل حب الفكره الكل حب انه يساعد وشجع وحرصنا كمجموعه 180 درجه ان نشارك في هذه الحمله التطوعيه ونبادر ونساهم في هذا المشروع. شنو نوع مبادرتكم شنو تقدرون تخدمونهم فيه حاليا؟ يعني كبداية ممكن أول شيء نقدر نسوي إن ننشر عن هذه الحملة. نشر حلو. النشر باكر إن شاء الله في مجمع 360 راح نبلش من بداية الحملة لنهايتها في النشر في نعرف الناس عن الحملة أكثر شو المشروع اللي حابين نوصل له ونهايتها راح تكون تنفيذ. التنفيذ راح يكون إن شاء الله في دولة تركيا. ها أنتوا راح تحضرون تنفيذ معهم؟ إحنا كمبادرة 180 نعم راح نحضر معهم. فالتنفيذ راح يكون عبارة عن إن إحنا نروح تركيا نقابل اللاجئين نوصل الرسالة حق الناس اللي تبرعت في الكويت شنو
المشروع وشنو حجم المشروع اللي راح يصير؟ نعم محمد عفوا عبد العزيز، مثل هذه الحملات من وجهة نظركم اليوم كشباب وتعاونتوا أول مرة تتعاملون مع حملة إغاثة عدل؟ أي نعم. وأول مرة إن شاء الله راح تروحون إلى هؤلاء الناس اللي أي نعم. نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنهم هذا البلاء وأول مرة راح تروحون وتحضرون وتشاهدون نعم. قبل أنتم مثلنا كنتوا تشوفون وتسمعون بس صحيح. عن طريق الوسائل وغيره. بالنسبة لكم أنتم كشباب أهمية مثل هذا التواجد لكم أنتم في قلب الحدث شنو يعني لكم؟ تواجدنا طبعا في هذه الحملات نعم. لها يعني تأثير كبير يعني تأثير نفسي تأثير عاطفي على الإنسان بنفسه ذاتا. أنت لما تشوف من خلف الشاشات يعني برامج التواصل الاجتماعي وصلت لنا أشياء حنا ما نشوفها يعني شوف بعد الدول مسافاتها قصرت لنا في صورة معينة. أنت على المستوى الشخصي شنو على المستوى الشخصي أنا كنت تروح وتحرص وتشوف وتبني وتتابع هذه أول شيء يعني تزيد ثقتنا بالجمعيات الخيرية وهي ثقتنا أكبر في منها نعم. هذا أول شيء. ثاني شيء أنا لما أدش بهذه الحملات تأثر علي بتأثيرات كثيرة تأثير نفسي تأثير عاطفي يعني حتى تهذب النفس يعني التطوع يهذب النفس الإنسان نعم. وهذا ما يتميز به العطو يعني أنا أشوف هذه يعني مثل هذه الحملات يعني مهمة جدا بالمجتمع والكويت تميزت ترى بالعمل الإنساني والعمل العطاء نعم. أستاذ محمد الخراز يعني أنت اليوم ما شاء الله جمعية إغاثية وكذا يعني عندكم باع طويل ما شاء الله في مثل هذه الحملات وعندكم الكوادر البشرية العاملة والمتطوعة وغيره. فاليوم مشاركة الشباب معاكم يعني هو تعاون ما بينكم وبينهم تصقلونهم إداريا فنيا ذهنيا في هذا الأمر. شنو استفدتم منهم الأمانة اليوم في مثل هذه المبادرة مثل 180 وأول تعاون مثل ما ذكرت أختي زمزة؟ يعني بما أن الكويت عاصمة الثقافة الإنسانية يعني من خلال هذه المبادرة مع الشباب نستطيع أن نحقق هدف من أهداف الجمعية ألا وهو نشر الوعي التطوعي. يعني الشباب يعني ما شاء الله عندهم يعني البعض منهم مشاهير بعض عنده علاقات البعض عنده أخوان فمن خلال استثمرونهم ها؟ نستثمر في نشر الوعي الإنسان يعني الإغاثي الإنساني خصوصا أنهم يعني قاعد نسولف قبل اللقاء مع أخت زمزم ما راحت ولا مره وقاعد تقول بنروح يعني قريب تروحين يعني انت ناويه ولا تبي تكنسلين يعني ولا لا ان شاء الله طيب يعني خصوصا يعني مشروع هذا مشروع يعني راح يشوفونه من البدايه من قدم وراح يشوفونه على ارض الواقع شلون يتنفذ راح يتكون بالطلبه. يعني انا لما اودي مبادره 180 اخواننا يعني هناك ويردون ويشوفون الواقع راح يتغيرون راح الهمه تزيد وراح الطموح يزيد وقد مشاريع قدموا لكم افكار جديده لفت انتباهكم إلى نقاط كانت غايبة عنكم نوعا ما لانشغالكم في أمور أخرى متعلقة بالإغاثة؟ لا يعني هم هي مبادرة من أخوي خالد الشامري لهم يعني على اعتبار أنه أول مرة يشوفون ممكن بعد هذه الرحلة ممكن إحنا نستقبل أفكارهم حتى إذا عندهم مشروع جديد شافوا نقص جديد هناك ممكن إحنا نعدله نغيره يعني بالتعاون مع هيئة ساعد التركية هناك ممكن نستقبل الملاحظات ونغير أي شيء يكون فيه خطأ في التطبيق. زمزم أنت اليوم كعنصر نسائي يعني أول شيء الأهل راضين ها ما في روحي وشوفي وكذا يعني ما يحاتونك ما يحاتونك أنت تتأثرين نفسيا بهذا الواقع اللي راح تشاهدينه. أنت اليوم كفتاة مع باقي الفتيات حريصينكم متشجعينكم تروحون ولا قاعد تحاتون إيش راح نشوف هل راح نتحمل ولا ما راح نتحمل يعني شنو اللي يشغلكم في هذا الأمر؟ أمانة هذا مو أول عمل تطوعي بالنسبة لي في الكويت لكن خارج الكويت مثل ما ذكرت صحيح ممكن يصير تخوف من الأهل يحاتون بعض الأمور لكن ما شاء الله الكويت سباقة في الأعمال التطوعية والجمعيات قاعد يروحون وقاعدين نشوف الواقع اللي قاعد يصير في الدول الثانية فأمانة يعني إحنا على ثقة إن الأمور راح تمشي بالتمام وإن شاء الله ما في مخاوف يعني حسب اللي شفناه وحسب اللي وصلنا من لا ما أتكلم على مخاوف أمنية أمنية إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى أنتم بالعكس راح تروحون مكان وهو مؤمن من قبل الدولة اللي حاضنة هذه الأماكن صحيح. تركيا لكن أنا أتكلم على الحالة النفسية اليوم كفتيات كويتيات تروحون تشاهدون هذه المآسي أمامكم يعني أمام عينكم فأنت عاملة حسابك لهذا الأمر مستعدة نفسيا أنت وباقي الفتيات اللي معك كم واحدة أنتوا راح تروحون؟ إحنا مبادرة 180 درجة 15 شاب و15 شابة حلو ال 15 كلهم راح يروحون؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الأغلبية كلهم راح يروحون طيب شلون استعديتوا نفسيا لهذا الأمر؟ أمانة أول مرة يعني راح تشوفون أول مرة لكن بنفس الوقت إحنا يعني مو أول مرة يمر علينا هذا المشهد قاعد نشوف الأمور في تلفزيون في السوشيال ميديا الواقع غير الواقع شيء ثاني مخالف ما أقول لك ما ممكن تتخوف فيه نوعا ما بس هذا شيء يقوينا إحنا لما تعيش الواقع يعني إحنا الإعلام شنو يعلمنا إن أنت لما تروح
في قلب الحدث تعيش المصداقية والواقعية. هذا حابين نشوف هذا الشيء بالضبط. تشوفين هل أنت مستعدة بأدواتك للتعامل مع هذا الحدث الواقع أمامك؟ متحمسين وايد بالعكس. الله يزيد حماسك وحماسك. أنا ودي وجه تحذير حق مبادرة. أنا يبتسم الخراس اللي ما إيش عنده. وجه تحذير حق مبادرة 108. أنا عشوائي نسي. تحذير أنا لله الحمد من 2015 في العمل الإغاثي. أنتوا كأول تجربة إذا جربتوها ما راح تشبعون. راح تردون وتطلعون مشروع ثاني ثالث رابع راح يصير الوضع إدمان يعني في العمل اللي غافي. جميل يعني هو عمل جميل يعني لا شك لا شك. شنو مجهزين لهم هناك يعني انتم في بالكم حددتوا الموعد متى راح تروحون ان شاء الله ولا لحد الان لم يتم التحديد يعني احنا في مرحله اولى غدا ان شاء الله بعد ما نوصل التارجت باذن الله يتم التحديد يعني بمجرد ما راح نوصل الهدف 67000 دينار كويتي بكره ان شاء الله بعدها راح يكون في اجتماع مع الشباب نحدد موعد بما يتناسب مع الجميع طبعا بعد ما تنتهي بعد ما ينتهي المشروع لان المشروع لم يعني ما في عندك يعني ماده او شيء فما تقدر تنفذه ما تقدر تنطلق من غير ما يتوفر المبلغ المدرسه طيب عبد العزيز يعني شنو الخطط اللي في بالكم 180 انتم وضعتوها اولويات بعد تحقيق المبلغ يا جماعه راح اسوي واحد والله يعني انا الخطه هذه طبعا ما كنت بقولها بس راح اقولها الحين ودنا ان احنا شنو ان هذه الحملات ما تنقطع وخاصه مع جمعيه الاغاثه ما تنقطع مثل الحمله بس مثل الاسم تكون في يعني الجزء الاول مبادره 180 درجه بالتعاون مع جمعيه الاغاثه الخيريه الحمله الاولى والحمله الثانيه والثالثه على كلام اخوي الخراز يقول راح تدمن عليها نعم. يعني هذا على قولتهم العمل الاغاثي مثل ما قلت لك يهذب العمل التطوعي بشكل عام يهذب النفس نعم اي فانا يعني اقترع عن على اخوي خالد مبارك الشامري يعني مدير العام لجمعيه الاغاثه ان تكون في حملات كثيره للشباب طبعا يعني اكثر الشباب اوقات فراغهم قاعد يقضونها باشياء كثيره فلي ما اشوف الشباب اخليهم يعني اسلط الضوء على هذه الحملات الاغاثيه هم يطبقونها بنفسهم يستفيد نعم. الانسان منها نعم زمزم متحمسه انت وسمعت متحمسين هذا الامر اي نعم شنو حاطين ببالكم انتم كفتيات المجتمعين مع بعضكم وبعض انكم انتم راح تنفذون ان شاء الله اول ما تروحون تحققون اللي تبونه بالنقطه الاولى يعني ختام هذا اللقاء اذا بناخذ منك معلومه اللي هي بالضبط عن شنو عن شنو راح شنو حاطين في بالكم شنو راح تسوون انتم احنا حاليا كمشروع يعني بالضبط اللي راح يصير انتم كفتيات ال15 المشروع مدرسه وتبون طلبه ويدرسوا انتم شنو ببالكم تسوون حق الاولاد اللي هناك عندكم فعاليات عندكم خطط عندكم افكار تبون تطبقونها وياهم ان شاء الله هذه كل الامور راح نناقشها لما ننسق عن المشروع بشكل اكبر بس حاليا حابين احنا مجرد ان نروح نساعد نقدم مساعده نشارك معانات ولو نخفف على اللاجئين السوريين قواكم الله تقولين شيء بالختام احب اوصل نقطه ان المشروع حاليا القائمين عليه جمعيه الاغاثه الانسانيه مو مجرد ان توزيع اغاثات او مساعدات هو عباره عن مشروع تعليم هذا التعليم يدوم مع المجتمع ككل هو محد الامور يتطور المجتمع ولا يكون ضحيه لاطراف اخرى هذا الطفل بالضبط. اللي يتلقى شكرا لك زمزم استاذ محمد ختاما اوجه يعني لجميع الشرائح باكر يومي معه يعني لو تمرنا حتى لو خمس دقائق احنا قاعدين من 10 الصبح ل 10 الليل لو خمس دقائق تمر تشوف الحمله تطلع عليه حتى لو تاخذ علم مو شرط انك تتبرع حتى لو تنشر الرابط بكره يوم جمعه يوم فضيل تبرع ما في حد ادنى حد اعلى كيف اقل شيء دينار يعني هذه الليمت الادنى في جميع التبرعات نعم وجزاكم الله خير انتم شكرا شكرا عبد العزيز في الختام الله يعطيكم العافيه احنا ودنا تسلطون يعني يسلطون يعني وزاره الشباب الله يعطيها العافيه هي اللي اسست هذه المبادره احنا ودنا يتسلطون الضوء على يعني المبادرات الشبابيه اكثر واكثر يعني الانسان قاعد يستفيد منها بشيء مو طبيعي من يدعمونها ولا يسلطون الضوء عليها يعني يدعمونها ويسلطون الضوء عليها وزاره الشباب طبعا هي اللي كانت قائمه على مبادره 180 درجه نعم. فودنا يكون تسليط الضوء اكثر عليها حتى من القنوات ومن كبار الدوله بشكل عام يعني بارك الله فيكم عبد العزيز العجمي من مبادره 180 شكرا لك الله يعطيك العافيه والشكر موصول لمحمد الخراز ممثل جمعيه الاغاثه الخيريه شكرا جزيلا لك زكرا. والشكر موصول لزمزم العلي من مبادره 180 شكرا جزيلا لك موفقين ان شاء الله شكرا اذا باكر 360 الجماعه موجودين من الساعه 9 الصبح 10 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل ان شاء الله متواجدين هناك لاستقبالكم وللمشاركه من صغير ومن كبير تروحوا لهناك باللي الله يقدرك عليه كل الشكر لضيوفنا لهذه الليلة وشكرا لفريق العمل والشكر موصول لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا تقبلوا تحياتي كنت معكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان صاحب الأبدان إلى اللقاء